الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن أبي داود سيدنا سليمان بن الأشعث بن الشداد السكستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الباب 39 من الكتاب 13 كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة. بالإجماع المطلقة طلقة رجعية لها النفقة والسكنة فترة عدتها بالإجماع بلا خلاف. المطلقة طلقة رجعية لها النفقة والسكنة، فلا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وكذا الحامل حتى تضع حملها. أما المتوفى عنها زوجها ففي فترة عدة الوفاة لا نفقة ولا سكنة، لا نفقة ولا سكنة، لأنها ترث هتتعوض بالإرث. هذا إذا كانت عدة وفاة. المسألة بقى في المبتوتة، المطلقة طلقة باهنة بينونة كبرى في فترة عدتها، هل لها السكنة والنفقة أم ليس لها الاثنين، أم لها النفقة دون السكنة؟ فيها خلاف ثلاث مذاهب. ذهب الأحناف أن المبتوتة لها النفقة والسكنة كالرجعية سواء بسواء، وذهب الحنابلة إلى أنها لا نفقة ولا سكنة، لا نفقة ولا سكنة عكس مذهبنا. والشافعية قالوا لها السكنة دون النفقة لقول الله لا تخرجهن من بيوتهن، لكن ليست لها النفقة. يبقى ثلاث مذاهب في المبتوتة. في المناقشات طبعا تجد ان ايه الأدلة، أدلة كثيرة مع مذهب الحنابلة. يعني الحديث اللي هنقراه أحاديث فاطمة بنت قيس، هتجد ان هو دليل واضح لمن قال انه ليست لها النفقة ولا السكر، ليست لها النفقة ولا السكر بحديث فاطمة بنت قيس. لكن الأحناف ذهبوا، وكثير من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب ان لها لها النفقة والسكر. باب في نفقة المبتوتة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام أبي داود في سننه الحديث 83 بعد 200 و2000. يقول حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته. طلقها وكان غائب، البتة يعني الطلقة الثالثة التي لا رجعة بعدها، أدي معنى البتة. أرسل إليها وكيله يعني مع واحد بشعير، بكمية شعير اللي هي إيه؟ النفقة، هنا النفقة. فتسخطته، قالت له دول بس، ما عجبهاش، المية قليلة يعني مش مبسوط. فقال والله ما لك علينا من شيء. قال لها كمان مش عاجبك؟ طب والله ما لكيش حاجة عندنا، هات مش هننفق. كويس؟ فقال والله ما لك علينا من شيء، يعني لا من شيء في النفقة. كويس؟ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريف. يبقى كمان ولا سكنة،
فظاهر حديث فاطمة بنت قيس مع مذهب الحنابلة. ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى. لما قال لها روح اعتدي في بيت أم شريك، بس أم شريك كان بيتها يعني مأوى للناس، بيقعدوا عندها يعني زي ما تقول إيه كافيتيريا، يقعدوا يتكلموا مع بعض يعملوا. قال لا، دي امرأة يغشاها أصحابي، فكده مش هتاخد راحتها في البيت، ممكن يراها الناس فترة العدة. اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، قال لها روحي بيت ابن أم مكتوم وكان أعمى، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. يعني رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، وهي مأمورة أن تغض طرفها من الرجل. مش معنى كده إن المرأة نظرها للرجل جائز والرجل هو اللي غير جائز، لا، هي مأمورة أيضا بغض طرفها منه، لحديث أفا عمياواني أنتما، مش كده الحديث مشهور. فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قال لا، لما تخلصي فترة العدة بتاعتك آذنيني، يعني إيه؟ أعلميني، أخبريني، كأن النبي بيخطبها لحد تتعريض. فيبقى يجوز التعريض، يجوز التعريض في إيه؟ للبائنة بينونة كبر. إنما الرجعية لا يجوز التعريض. ليه؟ لأن لسه ممكن الزوج الأول يرضى. يبقى كلمة فآذنيني دي تعريض بإيه؟ بالخطبة، بالخطبة، إن هو جايب لها عريس يعني. صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. جم خطبوها معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم، بمجرد انقلب عدتها خطبوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. يعني ده الرب للنساء. ومن هنا يجوز ذكر الرجل بصفة فيه عند النصح ولا تكون غيبة. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. يعني قال ده راجل عصبي بيضرب الستات، وانت احيانا لسانك بيفلت منك. هي كانت ايه؟ لسانها ساعات يفلت منها، لدرجه ان قالوا ان هو النبي خرجها من بيتها علشان كانت سليطه اللسان على حمائها اللي هي اقارب زوجها. فقال لها ده راجل بيضرب الستات وانت كمان لسانك بيفلت منك، يبقى كل يوم هيزعق عليك. بلاش كويس. واما معاويه فصعلوك لا مال له. ومعاويه صعلوك يعني ملوش وظيفه ولا دخل ولا مال، هينفق عليك منين؟ فما عجبوش لمعاويه، دليل ان النبي شايل لها عريس كويس، هو اللي هيختاروه. انكحي اسامه بن زيد. اهو يبقى النبي كان بيخطبها لاسامه بن زيد. اسامه بن زيد كان اسود، اسود كده زي الحبش، وابوه كان ابيض. وانت عارف ان القرشيين، فاطمه بنت قيس قرشيه، الاسود عندهم يعتبروه عبد، يعني تعتبر انه مش كفء ليها، ما بصيتش منه عشان لون بشرته. انكحي اسامه بن زيد. قالت: فكرهته، عشان لون بشرته. ثم قال: انكحي اسامه بن زيد، يعني بيكرر عليها بينصح. فنكحته. طبعا النبي بيامرها، خالفت هواها واطاعته. ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. فقدمت طاعه النبي على طاعه نفسه، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا وارتبطت به. اسامه كان اخلاقه حلوه وجميل كده، وكان حسن العشره وتربيه النبي. فطبعا لما عاشت معاه بقى شافت الحلاوه دي، فارتبطت به. الناس حسدوني عليه كمان، ايه من جمال عشرتي. لأن الغبطة إن الواحد إيه يحسد الواحد على حاجة فيه. أو قيل ارتبطت به يعني سررت به. وعن أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث فيه
وأن خالد بن الوليد ونفر من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثة وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال لا نفقة لها. وساق الحديث وحديث مالك أتم. وعن أبي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثة. قريب سيدنا خالد من عيلته يعني. وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسبقيني بنفسك، يعني مثل إيه ما لا توافقي على أن أحد يتزوجك خالص لحد ما تيجي تبدي رأيي، لا تسبقيني بنفسي بنفسك يعني لا تقرري الزواج من أحد حتى تؤذنيني. أدي معنى وده تعريض بالخطبة، كأن هو ناوي يخطبها. مش شرط الإنسان لما يعدل الخطبة يبقى لنفسه، قد يكون الخطبة لغيره. الشافعية طبعا لو جابوا السكنة قالوا إيه في حديث فاطمة بنت قيس، أو جابوا السكنة وأنا قال لها روحي اعتدي ببيت ابن أم مكتوم من لم يريد، قال لك لأنها كانت سليطة في اللسان، لكن هي ليها السكنة لقول الله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فردوا الشافعية على إيه الحتة دي وقالوا أن النبي أخرجها من بيتها عقوبة لها أو إيه أو إبعادا لها عن بيت أحمائها، حيث أنها كانت علاقتها بهم سيئة فكانت بتعمل مشاكل معها. لكن الحنابلة قالوا لا، لا سكنة ولا نفقة، والعلة دي علة فهم وليست إيه علة منصوصة، ولكن دي شيء بالمفهوم، والمفهوم لا يعتد به إلا إذا يعني لم يخالف النص، والنص هنا أنه هو أخرجها من بيته. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن إسماعيل بن جعفر حدثهم قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهل كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا. وعن أبيه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وعن أبيه قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستدعي في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس، إنها روت هذا الحديث على إنه حكم عام. ستنا فاطمة زي فهم الإمام الشافعي، ستنا عائشة زي فهم الإمام الشافعي، اعتبرت أن خروج فاطمة بنت قيس ليس حكما عاما، ده كان حكم خاص بها علشان عملت مشاكل مع أحمائها، فلما روته على أنه حكم عام أنكرت عليها ستنا عائشة. طيب يبقى فهم الإمام الشافعي اللي سبقه لي ستنا عائشة أم المؤمنين أمهم. وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب ابن أبي حمزة كلهم عن الزهري قال أبو داود وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. وعن أبي قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها
مروان بن الحكم كان أمير على المدينة، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت له. هو لما سافر اليمن زوجها وهو عارف أنها بتعمل مشاكل مع قرايبه ومع أهله، فقال والله أنا أطلقها بدل ما تتخانق هناك وأنا مسافر، تعمل لي كل يوم خناقة وتلم علينا جيران. فراح بعت لها، قال لها إيه؟ بعت لها مرسال إنه طلقها التطليقة دي عشان إيه؟ يعني يبعدها عن أهله ما تتخانقش معاه. بني مخزوم شداد، وهي أخرى من قريش، القرشيات دول شداد شوية بالتعامل، فقال لك إحنا نبعد النار من إيه؟ من بعضها بدل ما تبقى حريقة في البيت. فبعت إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، لو أدم مش حامل ما لهاش نفقة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته لأن قال لك إيه؟ حتى يضعن حملهم كده برضو، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكح النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. يعني اللي كان مشهور من غير حديث ستنا فاطمة والقصة دي، إن الناس ماشيين على إن المبتوتة كالرجعية كله لها السكنة والنفقة. بقى إحنا هنترك اللي على الناس كلها عشان قصة واحدة ست لوحدها خبر أحد، وإن ده طريقة فهم إيه مروان. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله تعالى، كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني في الرجعية. ويبقى هو قال ألا تخرجن من بيوتهن، وقال أنفقوا عليهن في الرجعية، ليه؟ لأنك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني رجعة في أمل للرجوع، فهو قعدها في البيت فترة الرجعة لأن يمكن الزوج يراجع نفسه ويردها، لكن في المبتوتة دي مفيش أمل، يقعدها ليه وينفق عليها ليه؟ فاهم؟ يبقى هي بتتكلم على مفهوم الآية. بتتكلم على مفهوم الآية. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ مفيش أمل إنه يردها. قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزكري. فاطمة بنت قيس كانت يعني محدثة كبيرة ولها حديث طويل في الدجال، حافظة، سمعته من النبي على المنبر مرة واحدة، روته يمكن صفحتين ثلاثة، فيعني حفاظ الصحابة يعني مش أي حد، ذاكرة قوية، حافظة، عالمة، فاهمة بتقول إيه؟ كويس. فلما لقوها بينكروا عليها قصتها جابت لهم الآية، قالت لهم أنتم ماشيين ورا الآية، طب ما الآية ما بتقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يبقى دي في الرجعية. المبتوتة دي مش موجودة في الآية، أنا اللي أجيب لكم حكمها. فهمت إزاي؟ من السنة يعني. يبقى المناقشات الفقهية دي كانت من أيام الصحابة بتحصل، المناقشات الفقهية اللي إحنا لسه بنناقشها، مذهب فلان بيقول كذا، دي أصلاً ورثناها من أيام الصحابة. وهذا الإرث أصلاً فيه تيسير على الأمة، وفيه كمان تربية لطريقة الفهم، وعمق في أسلوب الردود على الخصم المخالف، وكيف تتعمق في الآراء المختلفة، كل ده بيربي في الأمة الحس الفقهي والمناقشة اللي فيها الأدب وهكذا. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل، وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة ابن ذؤي حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله ابن عبد الله
حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. باب من أنكر ذلك على فاطمة. الأم قالوا ليها النفقة وليها السكر، وأنكروا ذلك على فاطمة. الأم مين؟ الأحناف ونص الشافعية. الشافعية قالوا ليها السكنة ولهاش النفقة. كده برضو لو كانت بيتون يعني متفقة ثلاثة وحامل لا ينفق عليها، لا، لأن هنا الحمل ده العيل ده ابنه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ده حتى لو رضعته ينفق عليها كمان وفرة الرضاعة. ده الحامل ايوه طبعا، لان هي دلوقتي عند بقت مش امراه عاديه، هي شايله عيل ابنه، شايله ابنه والنفقه على الوالد، مش كده؟ لو يولدها على حسابه كمان، ومراجعه الحمل عند الاطباء على حسابه، يعمل لها تحاليل على حسابه، ويدخلها في المستشفى على حسابه لحد ما تولد ولحد ما ترضع. كل ده وهو مطلعها التلف، كل ده ليه؟ لتعلق وجود الابن في بطنه. باب من أنكر ذلك على فاطمة. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن الغزير عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقالت أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. هذا يدل على إنكار سيدنا عمر لكلام ستنا فاطمة أنها لا نفقة ولا سكنة. سيدنا عمر كان يرى أن لا نفقة والسكنة، وهي مذهب الأحناف، ولم يثبت ذلك عن سيدنا عمر عليه السلام. هذه رواية ضعيفة أنكرها أحمد بن حنبل وقال لم تثبت عن عمر بن الخطاب. وكيف إن عمر بن الخطاب يرد رواية صحيحة بإيه؟ بهذا، وإلا لا يثبت أي خبر، ولا يثبت خبر الأحاديث، ولا يثبت علم بعد ذلك. هذا يدل على مخالفة فهم سيدنا عمر لما عليه العلماء، وسيدنا عمر ننزهه أن يكون فاهما بهذا المعنى، لأن إذا صح الخبر ما فيش حاجة اسمها من امرأة أو من غير امرأة. طالما صح الخبر وامرأة لقص خلاص. وعشان كده قال لك إن الكلام ده لم يثبت على سيدنا عمر، ودي رواية ضعيفة ولا يعتد، لكن تشبث بها على أي حال الأحناف وأخذوا أن لها النفقة والسكنة. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن النبي قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي حديثة حال، يعني كان ستنا عائشة بتقول ان قصة فاطمة بنت قيس دي قصة صحيحة بس حادثة حال خاصة بيها وليست حكم فقهي عام. وعن ابي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عروة بن الزبير انه قيل لعائشة الم تري الى قول فاطمة؟ قالت اما انه لا خير لها في ذكر ذلك، انها تجعله حكم عام يعني. وعن أبي قال حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق، يعني العلة، ودي نفس علة ستنا عائشة اللي قالتها برضو وقالها سيدنا الإمام الشافعي. وعن أبي قال حدثنا القاع نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت لو اتقت الله واردد المرأة إلى بيتها. ستنا عائشة ترى أن لها السكنة. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. وعن أبي قال الضمير في قوله هذين يعود إلى
الرويان السابقا. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة. لسنة يعني إيه؟ يعني لسانها لا تحكمه في التعامل مع الناس، فكانت بتعمل مشاكل. تلك امرأة فتنت الناس، لأنها جعلت حكم خاص بها حكم عام للمسلمين. أدي سبب الفتنة. إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. باب في المبتوتة تخرج بالنهار. معلوم أن المرأة المطلقة تبقى رجعية لا تخرج لا بالنهار ولا بالليل إلا برضو بإذن الزوج، لأن ما زال له علقة. كويس؟ لا نهار ولا ليل، لازم بإذن الزوج فترة العدة. طيب المبتوتة بقى ممكن تخرج بالنهار مثلا دون الليل أم لا؟ في بعض العلماء قال لك إنه ممكن تخرج بالنهار لضرورة، وبعضهم قال لك لا لا تخرج برضو بالنهار. باب في المبتوتة تخرج بالنهار، وده طبعا لمن أوجب السكنة في المبتوتة. إنما من لم يوجب السكنة للمبتوتة خلاص ملوش دعوة بقى تخرج بالنهار بالليل، وملوش دعوة وملاش السكنة. كويس؟ يبقى ده إيه تفصيل لمن أوجب السكنة كالشافعية والمالكية والأحناف، دول أوجبوا السكنة. الأحناف زادوا قالوا النفقة. الشافعية قالوا السكنة دون النفقة، هم والمالكية. الحنابلة المسألة دي مش عندهم، لأن لا عليها سكنة ولا نفقة، يبقى المسألة دي بعيدة عن الحنابلة، ما يحتاجوهاش. باب في المبتوتة تخرج بالنهار، وعن أبي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا. تجد نخلا يعني ايه؟ تجمع الثمار بتاع النخل. الجد اللي هو ايه؟ قطع الثمار يعني. تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. ونقف على باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. احنا قلنا أن المرأة المتوفى عنها زوجها بفترة عدة الوفاة لا نفقة ولا سكنة. لماذا؟ لأنها عوضت بالميراث. عوضت بالميراث. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا تستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. القرآن اليوم الفاتحة لأني مريض. يا الله.